سلام حبيباتي، واش راكم؟ نتمنى كامل تكونوا بخير بصحة وعافية ان شاء الله. كما راكم تشوفوا اليوم راح نحضروا مع بعض العجين المورق. هذه راح تكون ضمن وصفات تحضيرات رمضانية، ان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحة والعافية. هذا العجين المورق سهل وراح نحضروه مع بعض بمقادير مضبوطة ناجح بأمل مئة. قبل ما نطول عليكم حبيباتي، نفوتوا المقادير وكيفية التحضير. لهذا العجين نحتاج 500 غرام تاع فارينة، عندي هنايا 12 غرام تاع ملح ما يعادل ملعقة صغيرة، عندي 50 غرام تاع زيت، زيت عادي كما راكم تشوفوا تقريبا ربع كأس، ونحتاج 250 غرام زبدة التوريد. وهنايا نحتاج فارينة باش نحلو العجين. في إناء حطينا الفارينة، عندنا كما قلت لكم نعاود معكم المقادير، 500 غرام راح نزيد لها 12 غرام تاع الملح. كما راكم تشوفوا راني نعطيكم المقادير مضبوطة، ان شاء الله راح نكتبها لكم في صندوق الوصف. نزيد معاها الزيت وندخل كامل هذاك الزيت في الفارينة بهذه الطريقة. هنا الزيت تقريبا ربع كأس. كما قلت لكم هذه العجينة سهلة بزاف، حضروها في وقت قياسي، ما تحتاج هذيك العجينة اللي تبقى كل خطرة نخلوها تريح، هذه نخدموها ديركت. هنايا راح نزيد عليه الماء بالتدريج حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة. عجينة التوريق ما لازمش تكون طرية ومرخوفة، هكا راح تصعب علينا كي نبقوا نحلو فيها، لازم نديروها متماسكة. كما راكم تشوفوا حبيباتي، هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها، تجي متماسكه. انا هنا راح نخدمها شويه في الطابله بهذه الطريقه، ما راحش نعجنها غير نلمها بهذه الطريقه. وهنايا راح نبدا نفتح فيها، جبت كميه من الفارينه ونرشها بهذه الطريقه. وهنايا راح ندور العجين تاعي على شكل دائري بهذه الطريقه، ونجيب السكين وندير هذه العلامه على شكل زائد ونفتحها بهذه الطريقة. هنا كل خطرة نساعد العجين تاعي بكمية قليلة تاع فارينة، ما نزيدش نكتر، ونفتحها بهذه الطريقة على شكل زائد، ونخلي هذاك العجين مرتفع في الوسط هنايا باش كي ندير الزبدة ما تخرجليش من العجين. هنايا بعد ما حليت هذيك العجين، نجيب هنايا الكميه تاع الزبده تاعي، هذه هي الماركه اللي استعملتها، نحط هذيك كميه تاع الزبده 250 غرام بعد ما كنت فتحتها شويه، ونحطها في الوسط. علاش خلينا هذيك العجين مرتفع؟ باش من بعد كي نبقاو نحلو في العجين تاعنا الزبده ما راحش تخرج لنا من العجين مارغارين. وناكد على هذوك القنوطه باش نغلقهم مليح باش ما تخرج لناش الزبده منهم. نتأكد بلي كامل هذيك العجين راهي مغلوقه. وهنايا نبدا نفتح فيها على شكل طولي. هنايا الزبده تاعكم لازم تكون طريه، انا هنا تاعي كانت شويه قاصحه مع اني جبتها من الثلاجه من قبل. نفتحها بهذه الطريقه على شكل طولي. هنا اخواتي الا شافوا الزبده بدات تخرج لهم دائما يعاونوها بكميه قليله تاع فرينه، يرشوا الفرينه ويفتحوها. كما راكم تشوفوا حبيباتي، هنا بعد ما فتحتها مليح على شكل الطول، هنا ندورها على الشكل على العرض ونفتحها شويه بهذه الطريقه، ما راحش نفتحها بزاف هنا باش نتاكد بلي هذيك الزبده تاعي راهي تمشت لي في كامل العجين. كما راكم تشوفوا هنايا الزبده تاعي كامل ما خرجتش،
هنايا قلبتها باش ندير هذيك اللي كانت الجهه التحتانيه، نديرها من في الوسط ونبدا نغلق. دائما نغلق من الجهه اليمنى هي الاولى، من بعد نجيب الجهه اليسرى فوق هذاك العجين اللي درناه الاول بهذه الطريقه. هذا اللي راح نديرها دروك. هذه العمليه اسمها توكسان، معناتها اننا طوينا العجين طويه عاديه كما كم تشوفوا. هذه هي المرحله الاولى. وهنايا راح دائما ناكد باللي هذيك الجهه اللي غلقناها تكون على يدنا اليمنى، ونفتحها على الشكل الطولي بهذه الطريقه للمره الثانيه. كما كم تشوفوا انا العجينه تاعي ما خليتهاش ارتاحت، خدمت بها ديريكت. وهنايا كما راكم تشوفوا راح نفتحها للمره الثانيه على الشكل الطولي، من بعد ندورها على الشكل العرضي بهذه الطريقه بعد ما فتحتها مليح، ونديرها المره الثانيه ثاني تور سامبل. هذا التور الزاوج راح نديرها ثاني سامبل، اننا نحكموا الجهه اليمنى نحطوها، من بعد نزيدوا فوقها الجهه اليسرى بهذه الطريقه. وهنايا دائما نتاكد بلي ما كانش الطبقه تاع الفرينه، لازم توجور نمسحوها ما نخلوهاش، باسكو كي راح نخلو طبقه تاع الفرينه هنايا التوريق تاعنا ما راحش يجينا مليح. ونغلق عليها بهذه الطريقه. هذا هو التور سامبل المره الثانيه. وهنايا كالعاده دائما هذيك الفتحه اللي نديروها نخلوها على الجهه اليمنى، ونفتحها بالشكل الطولي كما كنتم تشوفوا. هذه هي المرحله الثالثه والاخيره بعد ما فتحتها على الشكل الطولي. هنايا راح نقسمها على 2 باش ندير هذاك الخط في الوسط. في هذه المرحله راح ندير تور دوبلي. هذا هو التور دوبلي، هي اننا نقسم العجين في الوسط، ندير هذاك الخط باش نبين بلي هذاك هو الوسط. وهنايا نديرها بهذا الشكل، شغل نجيب زوج تاع الطبقات ونحطهم مقابلين بعضهم. وهنا نتاكد دائما بلي ما كاش هذيك الفرينه الزايده. وهنا كل اخت عندها الطريقه تاعها، كاين اللي يدير زوج تور سامبل وحده دوبلي كيما انا، كاين اللي يدير يديرهم في ثلاثه سامبل، كاين اللي يدير وحده سامبل زوج دوبلي، كل وحده الطريقه تاعها. هنا بعد ما تاكدت مليح من هذيك الفرينه الزائده، هنايا راح نغلق عليها بهذه الطريقه. وهنايا نكونوا كملنا التوريق تاعنا. هذه هي المرحله الثالثه والاخيره. حبيبتي هذه هي عجينه التوريق تاعنا جاهزه. كالعاده راح نقسم لكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش تجي مورقه. وهذيك الكميه اللي عطيتها لكم تاع 500 غرام فرينه و250 غرام تاع زبده التوريق راح دير لنا كيلو تاع عجين مورق. شوفوا كيفاش يجي مورق من الداخل. وهذا العجين صالح باش نديرو به حلوى مالح. ان شاء الله راح نشارك معكم الفيديوهات. حبيبتي هذه هي الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. ولا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعموا الفيديو باكبر عدد من اللايكات. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.